تحية لكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. زي ما أنتم متعودين كل يوم هنكون في رسائل خاصة هنا من أسبانيا وتغطية لمعسكر فريق النادي الأهلي استعدادا للموسم الحالي والموسم القادم. إن شاء الله بإذن الله يكون معسكر على أعلى مستوى، زي ما أكدنا وقلنا اختيار مميز بالنسبة للمنتجع المتواجدين فيه، ملاعب على أعلى مستوى، أيضا كمان التدريبات فيها جدية بشكل كبير جدا للعيبة النادي الأهلي. مستر مارت لاسارتي والجهاز الفني كابتن سيد عبد الحفيظ يعني عاملين طبعا تركيز كبير جدا، لأن المرحلة مهمة لسه، زي ما بنقول الدوري ما انتهاش ولسه عندنا موسم جديد، فده يمكن عامل لود شوية على لعيبة النادي الأهلي وعلى الجهاز الفني. الترتيبات ولجنة التخطيط كمان بتحاول إن هي تلم كل الأمور، الصفقات، اللعيبة. طبعا يمكن أكيد كلنا كنا يعني في حالة حزن كبيرة جدا أمس بعد خروج منتخبنا الوطني، وتأثر كبير جدا للعيبة النادي الأهلي اللي كانت بتتابع المباراة. كنا نتمنى إن احنا طبعا يعني البطولة على أرضنا وفي وسط جمهورنا، والجمهور كان ليه تأثير كبير جدا، كنا بنتمنى إن احنا نرفع كأس البطولة، لكن قدر الله ما شاء فعل. خلاص يمكن بأكد كمان لعيبة النادي الأهلي إن شاء الله هتنضم إلى معسكر أسبانيا، سواء مروان محسن الشناوي، أيمن أشرف، كل اللعيبة طبعا بشكل عام هتنضم إلى المعسكر الخاص في أسبانيا لاستكمال بقى الصفوف. يمكن عندنا نقص عددي واستعنا بعدد كبير من الناشئين في هذا المعسكر، لكن خلاص بعد خروج منتخبنا الوطني إن شاء الله بإذن الله لعيبة النادي الأهلي تنضم خلال 48 ساعة القادمة استعدادا للثلاث مباريات اللي تم تحديدهم من قبل الجهاز الفني بقيادة كابتن سيد عبد الحفيظ ومستر مارتن لاسارتي. المباراة هتكون على هذا الملعب. مباراة الغد هي مباراة أمام سوكر سمارت، ده أحد الأندية الأسبانية، يمكن هو من الدرجة الثالثة، يمكن الناس ممكن تقول الدرجة الثالثة، لكن ده أمر مهم جدا حابين إن احنا نوضحه. مستر مارتن لاسارتي أو الجهاز الفني عايز يبقى فيه تدرج في المستوى. أكيد كان في المستطاع إن احنا نقدر نجيب فرق قوية جدا وفرق مميزة جدا، لكن تدريجيا عشان المعسكر يكون فيه فايدة فنية بشكل كبير جدا لابد يكون فيه تدرج في المستوى، درجة تانية ثم درجة أولى ثم درجة تالتة. أكيد طبعا ده اختيار يعني كل الاحترام طبعا للجهاز الفني. إن شاء الله تكون مباراة جيدة، مباراة تكون قوية على هذا الملعب. زي ما أكدنا وقلنا إحنا في منطقة الجورفة بأليكانتي، الملعب مميز جدا، الجو صباحا بيكون في شمس، في بعض الرطوبة شوية، لكن بالليل بيكون الجو مميز جدا، يعني نقدر نقول شبيه لمصر فيه الجو بالليل بالذات من الساعة 6 لغاية الساعة 11 أو 12 بالليل الجو بيكون مميز جدا. التوقيت بتاع المباراة زي ما أكدنا وقلنا 6:30 بتوقيت القاهرة، هو 6:30 بتوقيت أليكانتي وهو موعد المباراة. زي ما احنا شايفين كمان دلوقتي تدريب الثاني للنادي الأهلي على ملعب الجورفة، طبعا اللي أكيد بنقول ملعب مميز، هو ملعب صغير شوية لكن أرضية الملعب مميزة جدا. لعيبة النادي الأهلي في شغل كبير جدا بيبذل بدنيا وفنيا، زي ما أكدنا وقلنا الجهاز الفني بيحاول إن هو يوزع الحمل التدريبي صباحا ومساء. النهاردة في تدريبين، تدريب صباحي زي ما احنا شايفين دلوقتي، وتدريب مساء هيكون في تمام الساعة 6:30. تابعونا وانتظرونا كل مشاهدينا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي ورسائل خاصة فقط على شاشة النادي الأهلي.